السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه مظاهر الاحتفال بفوز المهندس حسن المير من قرية سرك. بالتأكيد سيادتك جاي تبارك للحاج حسن المير على فوزه في الانتخابات البرلمانية 2020. إن شاء الله طبعا أنا جاي أبارك للبشمهندس حسن بفوزه في الانتخابات النواب 2020، وألف مبروك له لأنه وهو يستاهل. طيب. هو راجل طيب وبيعمل لله كتير وعامل جمعية للأيتام والأرامل من قبل ما يترشح بخمس ست سنين، وطبعا هو راجل طيب وانا كنت وهو برلماني قديم اصلا. هو برلماني قديم طبعا ومن عيله كويسه ومن عيله ميسوره الحال، ما يلزموش كرسي البرلمان عشان حاجه او محتاجه، هو مش محتاج. وانا كنت مقاطع الانتخابات بقالي 7-8 سنين، وعشان خاطر راجل طيب وصلت وجبت صوتي والحمد لله. شكرا يا ريس. شكرا. شكرا. طيب مظهر الاحتفال بفوز الباشمهندس حسن النير. يا ريس اذا صح اخبار حضرتك ايه؟ بالتاكيد جاي حضرتك تبارك الباشمهندس حسن المير. هو راجل محترم وراجل من الدايره بتاعتنا وبرلماني برلماني قديم وعارف المداخل بتاع البرلمان والمخارج والوزراء. ايوه وكده، وعنده خبره بالظبط طلبات الجمهور بتاعه او بتاع الدايره بتاعته. ايوه ربنا يعزك يا ريس، ربنا يعزك. شكرا. ازيك يا استاذ؟ طيب ازي الصحه؟ عشان الأمر مزيد.